بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم فلور من الشيء. اقول له فلور، بيديني ادوات ارسم بيها، تمام، وبيقول لي عايز الاوفست من الحاجه اللي انت هترسمها والارتفاع بتاعها ايه. خلينا ندخل على حاجه زي كده، ادي التايب، تمام. الاستراكشر هنا بتبدا تختار بقى الطبقات بتاعتك، تمام. مثلا استراكشر فينيش زي ما انت عايز، ممكن اخلي اللي فوق دي فينش مثلا، بس طبعا هديها ماتيريال غير الكونكريت. اخر واحده، تمام، هنخليها ستراكشر دك، ليها عباره عن شكل غير منتظم بالشكل دوت. ونحمل البروفايل، تمام. لو البروفايل مش معاك هنشوف تحمله منين. هنخليه باوند لير اباف، معتمد على اللير اللي فوقيه. طيب اللير اللي فوقيه بصفر، فنعمل لير تانيه او هغير الرقم دوت، او خليني اغير نوعها واخليها مثلا 200 بالشكل دوت، تمام. دي عبارة عن ايه؟ ال200 ديت، وفي منها 75 اللي هو الجزء دوت بتاع شكل البروفايل. لو البروفايل مش عندك بتيجي على انسيرت وتقول له فاميلي وتحمل البروفايل من عندك من على الجهاز. دلوقتي هقول له انا عايز ارسم او انا امزج، تمام، واقول له موافق. تعالى ندخل بقى في السكشن واقول له جو تو فيو، تمام. السكشن اهوت، تمام، ظهر عندي الجزء ده. لو هنا عندك الديتيلز التفصيل قليل مش هبان لك التفصيل ديت، مش هبان لك البروفايل بالشكل دوت، فلازم تكون هنا واخدها فاين ديتيل.